السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هل صلاة القصر للسفر المضطر فقط أم للغير المضطر؟ لا، صلاة القصر لكل مسافر، إلا أن هناك اختلاف في سفر المعصية. واحد مسافر كي يسرق، فمن العلماء من قال لا يقصر، لأن القصر سيعين على السرقة. أما ما سوى ذلك فإن الله قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله قال فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس؟ قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهمت؟ نعم يا شيخ، جزاك الله خير، وفقك الله.